السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الله السبع، موقع التقنية بلا حدود، وراح نسوي لكم مراجعة سريعة لجهاز الإكسبيريا أكرو إس. الجهاز يوم أعلنت عنه سوني سبب ضجة كبيرة لسبب شيء واحد، وهو إن الجهاز مثل ما قالت سوني إنه ضد الموية. طيب راح نوريكم أول شيء محتويات الجهاز، بعدها راح نطلع على مواصفات الجهاز والأشياء اللي يتميز فيها. طيب لو فتحت الكرتون الأنيق الكبير نسبيا، راح تكون عندك كرتون في قاعدة وشاحن، لكن أنا أخذت الشاحن لأني أشحن فيه الجهاز حاليا. بالنسبة للكرتون الثاني راح يكون في كتب لطريقة استخدام الجهاز وبعض الأشياء المهمة مثل السماعات وغيرها، لكن هذه أنصحكم تقرونها قبل أن تستخدموا الجهاز حتى تعرفون الجهاز بشكل أكبر. طيب الجهاز سوينا له تجربة سريعة اللي هي التصوير تحت الموية، وأيضا سوينا له تجربة قدرة تحمل للموية، وراح تلقونها بإذن الله موجودة على القناة وأيضا موجودة في المراجعة الكاملة للجهاز. طيب الشكل العام للجهاز مثل ما تلاحظون الشاشة 4.3. الشكل العام للجهاز من الجهة اليسار راح يكون عندك منفذ الذاكرة المايكرو اس دي، طبعا خلنا نوضح الصورة شوي. أيوة المايكرو اس دي طبعا يدعم إلى 32 جيجا. بالنسبة من الأعلى راح يكون عندك منفذ الـ HDMI ومنفذ السماعة ومنفذ الـ USB. من الجانب الأيمن راح يكون عندك زر التصوير حق الكاميرا، وزر خفض وتعلية الصوت، وزر أطفاء وتشغيل الجهاز. من الأسفل راح يكون عندك منفذ السماعات الخارجية. من الأعلى من الخلف راح يكون عندك كاميرا وفلاش، طبعا الكاميرا تدعم إلى 12 ميجا بكسل، ومصورين احنا فيها فيديو وراح نحطه لكم في الموضوع حتى تشوفون دقتها، ومصورين أيضا صور. طبعا البطارية حقت الجهاز هي 1800 ملي امبير، طبعا جدا استحملتني واستحملت استخدامي للجهاز. بالنسبة لنظام الجهاز فهو الاندرويد 4.0. الواجهة حقتها جدا انيقة، لكن عتبي عليهم فقط في الويدجت شوي، يعني مو سريع، يعني في أجهزة في السوق الويدجت اللي تيجي مع الجهاز أفضل. طبعا تقدر تحمل لك ويدجت من الماركت ما عندك إشكال، لكن كان أملي إن سوني تهتم شوي في الويدجت. يعني لاحظوا لو بغيت أطفي الواي فاي يطلع لي يعني مشوار بالعربي، عكس الأشياء الثانية اللي أو الأجهزة الثانية اللي كانت تطلع أو كانت تشتغل بشكل سريع. الواجهة جدا سريعة، والسبب إن المعالج ثنائي النواة 1.5. لو تلاحظون حاليا في صور حنا مسوينها أو مقاطع فيديو حنا مصورينها لتجربة الجهاز تحت الموية، هذه صور هذا الفيديو، لاحظوا هذا الجهاز تحت الموية، وراح نحط لكم المقطع كامل على في الموضوع حق الجهاز. الجهاز مواصفاته مثل ما قلنا لكم جدا حلوة، ويدعم أغلب التقنيات والمميزات اللي موجودة بالسوق، وسعره حاليا 2199. لو بغيت تعرف أكثر عن مواصفات الجهاز وتعرف معلومات أكثر، لا تنسى أنك تشوف المراجعة الكاملة للموضوع في التفاصيل. كان معاكم أخوكم عبدالله السبع، ويعطيكم العافية.